تقول السائلة بأنها امرأة متزوجة وتريد العمرة، فهل يجوز لها أن تأتي مع أختها وزوج الأخت؟ لا، لابد من محرم، ما يكفي زوج الأخت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. للعمرة وغيرها ما يجوز السفر المرأة إلا معها محرم، ورجل زوج الأخت ليس محرما لها، أجنبي منها. نعم.